هل يجوز للداعي أن يكسر الأصنام التي في ساحة الدعوة الآن عملاً بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كسر الأصنام؟ المقام يحتاج إلى تفصيل. كسر الأصنام إن كان من صاحب الشوكة ممن له الحكم والسيطرة هذا في حقه واجب لا شك فيه ولا يجوز تأخير أدائه البتة. وأما إن كان الذي ينظر في هذا الأمر ليس من أهل السلطة وليس من أهل القوة وليس له مكانة وإنما هو طالب علم ضعيف الحال مثلا فإن هذا ينبغي عليه أن يتريث ولا يستعجل في شيء ربما تكون عاقبته أسوأ. رأيت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه مكث في مكة 13 سنة وهو يرى هذه الأنصاب والأصنام بجوار أطهر بقعة على وجه الأرض بل في جوفها ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرك فيها ساكنا. لكن متى هدمها عليه الصلاة والسلام؟ في أول لحظة تمكن فيها وصارت مكة تحت أمره عليه الصلاة والسلام. فينبغي على طالب العلم أن يأتسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل كل حالة محلها. أنت إذا كنت لست من أهل السلطة ولا تستطيع أن تقهر بقوة السلطة التي بيدك أولئك الذين يتعلقون بهذه الأصنام أنت ما صنعت شيئا. لماذا؟ لأن المطلوب إما أن يقهروا ويزول هذا المنكر وإن بقي في قلوبهم فحسابهم عند الله أو وهذا الأرفع والأحسن أن تزول هذه الأصنام من قلوبهم قبل أن تزول مشخصة من أمام ناظرهم. فإذا لم يكن لك قوة وهدمتها ما الذي يترتب على هذا؟ سيعيدونها كما كانت وربما تكون أشد وربما يحصل تضييق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي تكون المفسدة المترتبة أعظم. ولذلك اجتهد في أن تكسر هذه الأصنام من قلوبهم إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى الفرج فيزيلونها أو ييسر الله عز وجل من ذي السلطان من يزيلها.